ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ريني. اسمك ايه؟ ريني. ريني؟ وانت اسمك ايه؟ يوسف. يوسف انت في سن كام يا ريني؟ انا عندي 9 سنين. 9 سنين في سنة كام؟ تالتة. وانت يوسف؟ زيها، عندي 9 سنين وسنة تالتة. هو انتوا الاثنين توأم؟ ما شاء الله. يعني انتوا الاثنين في سنة تالتة؟ ما في نفس الفصل. في نفس الفصل كمان؟ مين اشطر بقى؟ اكيد انت يا ريني. احنا الاثنين. لا قول يا يوسف، مين اشطر؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين درجاتكم زي بعض؟ وانتوا الاثنين في كل سنه بتطلعوا زي بعض؟ اه. مين بيطلع يعني اشطر من الثاني؟ مين بيطلع الاول؟ طب مين حد بيطلع الاول؟ صح. لا بتطلعي. ما بتبقى انا على الاول على الولاد، هي بتبقى الاولى على البنات. يا عم ما شاء الله. انتوا الاثنين ما شاء الله عسل. قولوا لي بقى، يعني انت نفسك تطلعي ايه يا ريني؟ انا محاميه. وانت يوسف؟ دكتور. بالظبط. احلى. بالظبط احلى ليه بقى؟ عشان بيحمي وطن. ما شاء الله ما شاء الله. انت نفسك تطلع ضابط بقى وتقف كده على الحدود، ولا نفسك تبقى ضابط شرطه، ولا تبقى نفسك ضابط ايه؟ قولي. مش ضابط، كليه حربيه. الحربيه يعني ضابط، ضابط قوات مسلحه، ضابط جيش يعني. تقف كده بقى ما شاء الله، تبقى اسد بقى تدافع عننا كلنا. اه. انتوا جيتوا هنا بقالكم قد ايه؟ بقالنا امبارح. امبارح؟ قولي لي، كنت بقى متضايقه ان انت سايبه المدرسه بتاعتك واصحابك وكده؟ اه. وانت يوسف؟ ما مش عايزه اقعد هنا اصلا، ماليش اصحاب ولا اي حاجه، وانا كنت اول على مدرستنا هناك، يعني اشطر واحد، فما اقدرش اسيب. ان شاء الله ترجعوا قريب ان شاء الله، يعني وقت صغير قوي وترجعوا تاني لمدرستكم ولاصحابكم، يعني اكيد ليكوا اصحاب كمان غير المدرسه صح؟ اه. وانت بس كنتي خالص كل اصحابك في المدرسه؟ اه. يعني حد كلمك من اصحابك بقى من ساعه ما جيت؟ يعني قالوا لك انت يوسف؟ يا مامتي جت من المدرسه اليوم اللي احنا قبل ما نسافر بيه، قبل اليوم اللي احنا سافرنا بيه، جت يا دوبك سلمت على اتنين صحابي وقلت لهم انا مسافر، بس بقيت الفصل ما قلتلوش حاجه خالص. انتوا ما لحقتوش طبعا تقولوا لاصحابكم ومشيتوا على طول بس انتوا ان شاء الله. بس هي جت على فجاه كده يعني. جات لك المدرسه قالت لك يلا نمشي؟ قالت لي احنا هنمشي بقى. انا اتفاجئت، ما كنت زعلان. سالتهاش ليه؟ ما سالتهاش ليه يا ماما؟ طبعا لا، ما كنتش اعرف. انت عارف انت يعني حب يعني جيتوا الاسماعيليه ليه؟ سبت البيت والمدرسه ليه؟ ممكن عشان التهديدات اللي جايلنا هناك والحاجات دي. بابا جاله تهديد وعربية فينا وقفت قدامه في المحل، راح قافل وماشي، كان ممكن كده ينفذه. ومن ساعتها بقى ما بنفتحش الدكان خالص، وبعدها مشينا. مشيت جيت على هنا وبس. على فكرة ان شاء الله ترجعوا قريب قوي، عارفين كده؟ اه. عارفة انت اسم ايه؟ بنت اسمك صعب، ريني. اه. ريني يعني ايه؟ عارفة يعني ايه؟ اميرة. انت اميرة فعلا. عسل. وانت يوسف يعني ما شاء الله شايفك فاهم وواعي وعارف ان ده حاجه بنقول عليها ارهاب، يعني حاجه مش كويسه. ما اقدرش اقولها هنا، انا عارف كل حاجه عنه، انا اصلا مش صغير يعني فاهم، بس ما اقدرش اقول حاجات هنا. ايه بقى فاهم ايه؟ قول. الارهابيين بيموتوا الناس وبيكرهوا الناس المسيحيين. بيكرهوا كل الناس مش المسيحيين بس. ما انا عارف. هما بيموتوا في الجيش وبيموتوا في الشرطه وبيرهبوا كل الناس الامنين، عارف كده؟ اه. وكل اللي مع الشرطه والجيش كلهم عايزين كده، عايزين. عارف ان الجيش ده فيه مسلمين ومسيحيين؟ يعني هما بيموت المسيحي والمسلم. اه عارف كده. عارف ان الارهابي ده حد ما عندوش دين، مفيش دين اصلا نزل من عند ربنا، ولا ربنا يعني قال، ولا في شرع ربنا قال ان احنا نموت اي حد. هو ولا مسيح ولا مسلم، هو عايز يموت ده وده بس، هو ده اللي همه. يعني هو مش مفاق ولا ده وده، هو بس اللي همه مش عايز السيسي. مش عايز السيسي، ولا عايز مصر دي تبقى بلد وحشه ويبقى ما فيهاش امان. بس يمشوه من هنا، عايزين يمشوه من العوش خالص. يعني بيقتلوا الناس خصوصا في المنطقه العريش دي بس. منطقة انت عارف ان انت في سينا دي مكان. اه عارفها. يعني بابا اشترى البيت بس كانت اجمل بلد،
وبابا اشترى البيت على حساب ان هي تبقى اجمل بلد. ان شاء الله هتبقى اجمل بلد. وان شاء الله يا حبيبي ترجع تاني العريش. انت بتحب العريش؟ اه. تحب سينا؟ اه. تحب سينا اكتر من اي حتة تانية في مصر؟ ممكن. اه. وانت يا ريني قولي بقى. انا بحب سينا، بحب كل البلاد، بحب مصر كمان. بتحبي مصر ومصر بتحبك حبيبتي. انتوا ان شاء الله امل بكره، انتوا مستقبل بتاع بكره، ولازم تبقوا فاهمين كويس قوي ان ده ارهاب، مش حاجه، مش دين، مش دول ناس مش كل هدفهم ان مصر دي تتكسر. عارفين كده؟ عارفه ان الارهاب ده ناس يعني ما عندهمش دين. طيب انت دلوقتي لو احنا حبيت كده يعني يوسف، انت ما شاء الله عليك يعني متفتح وبين عليك هتطلع فعلا حاجه كبيره قوي. ربنا ان شاء الله يحفظك يا حبيبي لمامتك وباباك ويحفظك لمصر. لو انت حابب تقول رساله كده لكل الاطفال او لكل الناس او للارهابيين الوحشين دول، تقول لهم ايه؟ تحيا مصر. ان شاء الله ربنا يا حبيبي يحفظ مصر، وان شاء الله يعني تبقوا انتوا كده، تبقى يعني انا شايفه ان انت هتطلع ضابط قوي تحمي مصر، وان شاء الله يعني ربنا يجعل مصر امنه مستقره. ان شاء الله مصر هتبقى احلى على ايديكم. قولي دي ماما دي. تعالي تعالي تاخد كده بقى، تعالى يوسف كده شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ربنا يعني كرمك بولاد ما شاء الله عليهم. ربنا يخليك، متشكرة. عندي غيرهم؟ اه عندي ابانوب 16 سنة ومريانة 14 سنة. انت عندك ما شاء الله المراحل التعليمية المختلفة، ثانوي واعدادي وابتدائي دول. يعني يوسف بيقول لي ماما جات لنا فجأة المدرسة وخدتنا ومشينا، يعني ايه اللي خلاكي تاخدي القرار بشكل مفاجئ كده انك حتى تاخديهم المدرسه وتمشي؟ بالنسبه كانوا اخر اتنين اللي هم استشهدوا وانحرقوا، فخفت على جوزي. وقبل كده عم جمال اللي انضرب في السوق الخميس كان قدام عينيا، فكل كان همي جريت جبت جوزي من الشارع. عمك؟ لا مش عمي، انا بقول عم جمال على حسب اللي يعني الاحترام. شفتيه وهو بيتقتل قدامك؟ انا ما شفتوش وهو بينقتل، انا سمعت اللي هو انضرب، فجرعت رجعت، كنت رايحه السوق اسوق، رجعت من السكه جاري، روحت جوزي لان جوزي كان طالع على الشغل، خفت على جوزي. جوزك بيشتغل ايه؟ فاتح محل احذيه في الضاحيه، ضاحيه السلام. فعلا جات له تهديدات فعلا؟ هو شاف العربيه في عينيه والمراقبه، فقفل بسرعه وروح بسرعه، واحنا تاني يوم رحنا جينا. سيبتوا بقى المحل وسيبتوا البيت وسيبتوا كلها؟ احنا خرجنا بهدومنا اللي علينا ويعلم الله كل حاجة، خفنا نجيب عزال ولا حاجة فيعرفونا في السكة فيموتوا جوزي. يعني انا شايفة كل الناس اللي جات هنا عملت كده، خدت يعني مشت بهدومها علشان فعلا ما يبانش ان هم ماشيين، يعني يبانوا ان هم معاهم حاجات. اخد اجازات للعيال، المدرسة كانت متفهمة وكله كان متفهم، اديت لهم 15 يوم وقالوا لي لو اتأخروا اكتر من كده هندي لهم وانا ماشي. حتى الاعدادي برضك عمل كده والثانوي عمل كده، كانت الناس كلها متفهمة والحكومة متفهمة. وهنا الناس هنا ما شاء الله شايفهم متعاونين معاكوا يعني، وبدات الولاد يروح المدارس بكره. كان معنا النهارده وسجل، ونشكر الوزير والحكومه كمان. حسيتي بترحاب من الناس اللي ما جيتي هنا والناس؟ انا شفت طبعا رحت الكنيسه الانجليزيه قبل ما اجي لكم هنا، فشايفه في تعاون. نزلنا على الكاتدرائيه الارثوذكس، وبعدين هم قاموا بواجب الضيافه ووصلونا لحد هنا، وهم قاموا بالواجب بقيه واجب الضيافه تقريبا. طبعا عارفه ان في ناس يعني ده الواجب اللي المفروض يتعمل، ان احنا ما حد فينا يحصل له ازمه بنروح لحد عنده. جينا متهجرين في التلفزيون دول كانوا بيصعبوا علينا، ما كناش متوقعين في يوم ان احنا كمان هنتهجر. بس حبيبتي انتوا مش متهجرين، انتوا منتقلين لفتره، باذن الله هترجعوا تاني. احنا غصب عننا سيبنا ارضنا، انا بقالي 19 سنه في ارض سينا، يعني صعب عليك تسيبي حاجه اللي اتعودتي عليها والبلد اللي انت عشتي فيها وتيجي يعني في بلد تانية. الاثنين بلدك، احنا جوه مصر، يعني اذا كانت الاسماعيليه والعريش فاحنا جوه مصر، وبين العريش وسينا او العريش والاسماعيليه مفيش مسافه كبيره. كانت كويس كده ان شاء الله، بس يا دوب يعني كانك نفترض ان انت كانكم مثلا رحتوا رحله طويله شويه، قعدتوا كام يوم في زياره، وان شاء الله ترجعوا تاني على ارضنا تاني.
ربنا يهدي تاني. ويعني في يعني ممكن زي ما انا شايفه مش بس الحكومه اللي قامت بدورها، في مؤسسات المجتمع المدني زي بنوك الخير، يعني ربنا يجازيهم كل خير، شافوا الاحتياجات الاساسيه اللي احنا المفروض نعمله. ده مش حاجه مفروض بنقول ان هي تفضل من حد، ده اللي المفروض يتعمل، وجابوا الحاجات اللي هي ممكن تفي بالاحتياجات، الى جانب ان هم مدارسهم هيروحوها بكره. فان شاء الله يعني مش هتكون ازمه كبيره، وان شاء الله هتكون حاجه بسيطه وتعدي ان شاء الله. احنا متشكرين وشكرين فضلهم وفضل الحكومه. ده ابنك ده؟ طيب ان شاء الله ربنا يعني يجعلها ازمه صغيره وتعدي ان شاء الله. مدارس عيالنا تتنقل بسرعه من بكره. انا بصي انا كلمت مع مسؤول من وزاره التربيه والتعليم، من بكره الولاد كلهم هيتسكنوا. شغل جوزي. طب احنا عندنا مقامين في الدار كضيوف كده، ولا هتشاف لنا حته نقعد فيها؟ هيحصل ان شاء الله، ان شاء الله يعني هتتنقلوا لشقق باذن الله في اقرب وقت ونرجع من بلدنا تاني. بصي اسئلتك كلها مشروعه، وطبيعي القلق الطبيعي ده هتروحوا يعني بكره بتاعكم، وانتوا اكيد بتفكروا فيها هيكون ازاي، بس اكيد هيكون خير. في بلد حتى بلد اهلي برضك صعب، انك قعدتي 19 سنه في حته وتيجي تنقلي في حته تانية بيبقى صعب على البني ادم. يعني انا مقدره اللي انت بتقولي فيه طبعا، وهي اسئلتك فعلا وقلقك مشروع جدا وطبيعي جدا، بس ان شاء الله يعني باذن الله دايما املنا في ربنا هيكون ازمه وتعدي ان شاء الله. كله للخير، المسيره هتنتهي. ربنا يخليك، ربنا يحافظ على مصر، وزي ما ابني قال تحيا مصر دائما وابدا يا رب، دايما تحيا مصر.